أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: سمعت من أحد الدعاة وهو يقول إنه في الجنة سوف يشوي اللحم ويلعب الكرة مع الصحابة، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من اللعب والقول على الله بلا علم. ما الذي أدراه أن الجنة فيها شوي لحم؟ الجنة فيها كل شيء طيب، من يعني جاهز للتناول والتلذذ، ما فيها طبخ وفيها شوي يعني، ما يقول فيها كل شيء جاهز للتفكه والأكل، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. وهل في الجنة نار يطبخ عليها على قول هذا يشوى بها؟ هذا معناه أن الجنة فيها نار، من قال له الكلام هذا؟ وأما أن فيها لعب كرة، هذا من السخية والسماجة والقول على الله بلا علم. نعم.